السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. اغتال مسلحون مجهولون مسؤولا أمنيا في إدارة أمن عدن بمديرية الشيخ عثمان، وقالت مصادر أمنية إن المسلحين ترجلوا من سيارة وباشروا إطلاق الرصاص الحي على نائب مدير المنطقة الأمنية السابعة التابعة لإدارة أمن عدن المساعد عبد الكريم عبد الله وأردوه قتيلا على الفور. وتأتي هذه العملية بعد أقل من يوم على اغتيال جندي وإصابة آخر في مديرية المنصورة. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما الذي يحصل في العاصمة المؤقتة وما هي أسباب الاغتيالات المتوالية، ولصالح من هذا الوضع والانفلات الأمني؟ من يحكم في عدن؟ إجابة السؤال هنا تقود إلى تساؤل آخر: ما الذي يحدث في عدن؟ الإجابة هنا أيضا معروفة وواضحة، فلم يعد الانفلات الأمني خافيا على أحد، لكن أيعقل أن تصبح دماء الأبرياء مجرد تساؤلات تبحث عن إجابة؟ ربما هكذا أصبح الوضع، وهو وضع كارثي قد يكون له أهداف خفية أو فيه سعي لتأسيس مستقبل وواقع جديد في العاصمة المؤقتة. هذا ما سنحاول البحث فيه في حلقة اليوم من زوايا الحدث، ولكن بعد متابعة هذا التقرير. تتكرر أعمال الاغتيالات بعدن في ظل وضع سياسي وأمني منفلت تعيشه المدينة. ففي وضح النهار اغتال مسلحان مجهولان مسؤولا أمنيا في عدن، وقالت مصادر أمنية إن المسلحين أطلق النار على نائب مدير أمن المنطقة الأمنية السابعة العقيد عبد الكريم عبد الله. وأكدت المصادر أن الضابط الأمني اغتيل وهو يتناول وجبة الإفطار في أحد مقاهي مديرية الشيخ عثمان. توفى المسؤول الأمني على الفور ولاذ مرتكبو الجريمة بالفرار، لتضاف الجريمة إلى ملف الجرائم المجهولة التي تشهدها عدن في ظل انفلات أمني وعدم قدرة الأجهزة الأمنية على ضبط الأمن في المدينة، خصوصا وأن عدن تعيش صراعا سياسيا على وحدة القرار الأمني الذي تهيمن عليه وحدات أمنية تتبع الإمارات. أتت جريمة اغتيال نائب المنطقة الأمنية السابعة بعد يومين من اغتيال جنديين من أفراد الأمن في عملية إرهابية تبناها داعش. وتشهد عدن منذ أكثر من عامين سلسلة عمليات إرهابية متكررة استهدفت منتسبي الأمن والجيش ومسؤولين محليين وأئمة مساجد. ومنذ بداية يناير من هذا العام نفذت عشرات الاغتيالات طالت مسؤولين أمنيين وأئمة مساجد، واستهدف مجهولون برج بث إذاعة بندر عدن، وقامت قوات الحزام الأمني باقتحام وإحراق مقر مؤسسة الشموع للصحافة. يعود القرار الأول للجهاز الأمني والعسكري في عدن لدولة الإمارات، ويتهم يمنيون هذا الجهاز بالفشل في ضبط الاختلالات الأمنية، الاختلالات التي تستمر في حصد أرواح أبناء المدينة واغتيال روح التسامح والتعايش فيها. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيوفي في هذه الحلقة. سيكون معنا من عدن نائب أول مدير أمن عدن العقيد أبو مشعل الكازمي، وسيكون معنا أيضا رئيس تحرير عدن الغد الصحفي فتحي بن الأزرق من القاهرة. أبدأ مع العقيد أبو مشعل الكازمي، مرحبا بك سيادة العقيد. سيادة العقيد أهلا بك. عقيد أبو مشعل هل تسمعني؟ نعم نعم. مرحبا بك سيادة العقيد. في البداية، ما الذي يحدث في عدن خلال أسبوع أكثر من 4 عمليات سقط فيها من منتسبي الجيش والأمن برصاص مجهولين، ولا نسمع أي تحرك من قبل الجهات الأمنية للقبض على هذه الخلايا التي بدأت تنتشر بصورة مخيفة في عدن؟ السلام عليكم ورحمة الله. احنا تحدثنا مرارا يعني لابد تتوحد الأجهزة الأمنية في منظومة واحدة. الآن أنا أكلمك الآن. نعم. طبعا الدار سعد. ما نقول لحسن الله ونعم الوكيل. نعم. عقيد أبو مشعل. نعم. معذرة منك فقط، لم نسمع ما تحدثت عنه. ربما يعني كان هناك إشكالية في الصوت. كنت قد سألتك يعني ما الذي يحدث في عدن، أين هم رجال الأمن، أين إدارة الأمن، أين مكافحة الإرهاب بما يحدث؟ نعم
يبدو أن هناك إشكالية في التواصل مع العقيد أبو مشعل، بالتأكيد سنعاود بهذا الاتصال حتى نتمكن من سماعه وأيضا يتمكن من سماعنا بصورة أوضح. إذن أنتقل إلى القاهرة مع الصحفي فتحي باللزرق رئيس تحرير عدن الغد، مرحبا بك أستاذ فتحي. أهلا بك وبجميع مشاهدي قناتكم. أستاذ فتحي، ليست المرة الأولى، ربما تكررت مثل هكذا حلقات ومثل هكذا عناوين، دائما نتحدث عن هذه المشكلة التي لم تجد لها حل في عدن، الاغتيالات المستمرة، برأيك ما هي الأسباب من خلال متابعتك واطلاعك على ما يحدث في عدن؟ الحقيقة أن ما يحدث في عدن يمكن وصفه بوصف بسيط، أن هناك فخار يكسر بعضه البعض في عدن، هناك أطراف تتصارع وهناك أطراف تملك فرق اغتيالات فيما بينها، وهناك صراع داخلي يأكل بعضه البعض. لا يمكن القول بعد اليوم في عدن أن الصراع هناك يتصل بأطراف أخرى أو بأطراف خارجية أو تحميل المسؤولية لأي أطراف خارج مدينة عدن. كل الاغتيالات التي تحدث في عدن هي مسببة وتقوم بها أطراف داخلية داخل عدن، كل الأطراف تتصارع فيما بينها، وللأسف الشديد هذا الصراع اندلع بعد الحرب الأخيرة ولا يزال مستمرا حتى اليوم. هو صراع نفوذ ومصالح وصراع إقليمي وصراع دولي وصراع ما بين التحالف وأطراف التحالف فيما بينها وما بين الشرعية وما بين كل الأطراف الموجودة على الأرض. من سيأتي وسيقول للناس أن الصراع الدائر في عدن يتحمله علي عبد الله صالح أو أطراف علي عبد الله صالح أو الحوثي أو الأطراف الأخرى هذه الشمالية، هو يكتب على الناس الصراع داخل عدن والأدوات جنوبية وتتصارع فيما بينها. نعم، ولكن كما تعلم قلناها مرات كثيرة وتحدثنا أن الحل في عدن يكمن في توحيد الأجهزة الأمنية، توحيد المؤسسات الأمنية. في عدن توجد أكبر قوة عسكرية أعتقد في الشرق الأوسط، لكن هذه القوة العسكرية المكونة من أكثر من 100,000 جندي أو 80,000 جندي لا تستطيع تأمين شارع الحب وسط الشيخ عثمان، لا تستطيع تأمين شارع خليفة في المنصورة، لا تستطيع تأمين أبسط حي. كل هذه القوات الأسفديد هي قوات خاملة ولا يستفيد منها المجتمع بشيء. لذلك طالما كل الأطراف تذهب نحو تشكيل ميليشيا متعددة، لا أعتقد أن الوضع يمكن أن يذهب صوب حالة من الأمن والاستقرار. نحن بحاجة إلى جهاز أمني محترف، هذه أولا، جهاز أمني استخباراتي جيد، والأهم من هذا توحيد الأجهزة الأمنية. بحت أصواتنا، نحن نطالب دائما وأبدا أن الأجهزة الأمنية يجب أن تتوحد، أن الأجهزة الأمنية أن تكون فاعلة في إطار الدولة الواحدة، لكن للأسف الشديد كل طرف يبني دولته الخاصة ودولته الضيقة دولته البسيطة بحسب وجهة نظره. نعم، ولكن كما تعلم أستاذ فتحي، من يعني تغتالهم يد الإرهاب هم ناس أبرياء، إما يعني جنود عاديين أو ناس يعني ليس لديهم من يسندهم وهم بسطاء أو سياسيين أو اجتماعيين في عدن. هذا معروف أساسا، أطراف الصراع هي تسير بموكب يتكون من 20 مصفحة و25 طقم و200 جندي يحرسون كل طرف، فبالتأكيد أن واحد من هذه الأطراف لن يصلها نار الإرهاب ولن يكتوي فيها. من يتعرض لنار الإرهاب هم المواطنين البسطاء، الجنود العاديين، يعني ضابط البحث البسيط الذي يخرج ولديه مسدس ربما في 3 حبات رصاص وربما أساسا لا يملك مسدس. هذه الفئة البسيطة من الناس هي ضحية صراع بسبب أنها جزء من الدولة أو جزء من السلطة أو جزء بالمنظومة الأمنية أو جزء من الناس. الجندي العادي هو يبحث عن راتبه، عن توفير ظروف أفضل لحياة أبنائه أو أخوته أو أهله. نعم. فيذهب إلى العمل وللأسف الشديد يصبح عرضة للإرهاب، عرضة للاستهداف المقيت هذا، رغم أنه أساسا هو لا يتعطر ضمن الإطار مع الطرف من الناس أو ضمن سؤال من الناس، لكن ربما يدفع حياته ثمنا لأنه يشتغل في شرطة كذا أو يعمل في مؤسسة أمنية كذا. نعم. أو لهم ضحايا والمجتمع ككل ضحية. إذن قلناها 1,000 مرة ومن على قناتكم الكريمة هذه قلنا 1,000,000 مرة وسنعيدها مجددا. الوضع في عدن لن يستقر طالما هناك ميليشيا، طالما هناك أطراف تتصارع، طالما هناك كتائب مسلحة. الوضع محتاج 1,000 جندي أو 2,000 جندي
يعملون ضمن إطار أمني واحد وضمن فرقة تحرير واحدة، وأنا أضمن لك أن الوضع يستقر. لكن طالما كل هذا الشتات موجود فلا لا يحلم الناس أن الوضع يستقر، وطالما كل الميليشيات هذه موجودة. نعم طيب ابقى معي أستاذ أستاذ فتحي، أعود إلى عدن مع نائب أول مدير أمن عدن العقيد أبو مشعل الكازمي. سيادة العقيد تسمعني الآن بوضوح؟ نعم نعم. أهلا بك. إذا في البداية سيادة العقيد، ما الذي يحدث في عدن؟ هذه الاغتيالات المتواصلة وهذا المسلسل الذي لم ينقطع ولم تفك شفراته ولم تتبع الجهات الأمنية خيوطه وتكشف من يقف وراء هذه الاغتيالات؟ أنا أتحدث في لغة سابقة أن يعني عدم توحيد الجهاز الأمني تحت مظلة واحدة، هذا هو اللي مساعدة القتل للأسف الشديد. أنا يعني تحدث في آخر لقالي أن قيادات المقاومة الجنوبية التي انضمت لحكومة الشرعية وطلبت منهم تقديم استغالات جماعية حفاظا على هذا البلد، حفاظا على هذا الوطن الجريح الذي ينزف. نحن دخلنا في الدولة ودخلنا في الحكومة لحماية الناس، اليوم نرى تغاعف. أنا أحمل التحالف العربي وحكومة الشرعية مسؤولية ما يحدث، عليهم نبذ أي خلاف أو أي إرهاصات أخرى. عدن تموت، عدن تموت. أنا أكلمك الآن وأنا في أحد مقابر دار سعد في تشييع الشهيد البطل عبد الكريم نائب قائد المنطقة السابعة. إلى متى هذا العبث يا أخي؟ إلى متى هذا العبث؟ نحن سررنا بمدير الداخلية ولكنه يواجه صعوبات جمة هنا في عدن وهو أدرى بالحال. فنحن نقول إن قاتلنا على هذا الوطن ودافعنا عليه، ولن نفضل يوم من الأيام مناصب أو رتب عسكرية على حساب دماء الناس. الآن استقبلني أخو الشهيد وابن الشهيد والدموع تملأ عيونهم، يعني شيء مؤسف للأسف الشديد. الحكومة الشرعية وأنا أحد أفرادها وأحد ضباطها لم يعني تقوم بالدور الواجب عليها أن تكون حاسمة في تعاملها. على الأخوة في التحالف العربي أن يكونوا مهتمين بالدم الجنوبي، الدم اليمني مثل دماء شعوبهم. هذه دماء بشر، هذه مش ماء. فنحن نطالب مرارا وتكرارا بتوحيد الأجهزة الأمنية. وأنا كلمتك سابقا قلت لك لا يتوجد غرفة عمليات واحدة، هناك غرف عمليات، هناك حزام أمني وطوارئ، وزارة الداخلية، أدارة الأمن بمعزلها، كل شيء للأسف الشديد مأساة كبرى. نعم سيادة العقيد، أنت كما تحدثت وأنت مسؤول أمني كما تقول، من خلال اطلاعك بصورة قريبة جدا من صناع القرار في الجهاز الأمني في عدن، من هو المعرقل لأن تتوحد هذه الأجهزة ويصبح صوت واحد وغرفة عمليات واحدة حتى يتم الحد من هذه الاغتيالات وملاحقة الإرهابيين؟ لا يوجد راعي لكل المنظومات الأمنية التشكيلية داخل عدن للتحالف العربي. التحالف العربي هو المسؤول الأول والأخير عن حماية هذا الناس، حماية هذا. ولكن أنا أعيب على يعني أشخاص أمنيين اللازمين الصمت. الصمت متى كفى؟ نحن سنقولها اليوم وفي أدنى الصمم فليسمعها. الصمت لا نصمت من بعد اليوم. دماءنا ليست رخيصة للأشقاء في المملكة العربية السعودية والأشقاء في دولة الإمارات والأخوة بالقيادة العليا ممثلة بالوالد المشير فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي. نقول لك يا قيادة الرئيس أن عدن تذبح، عدن تذبح. عدن مجموعة من الميليشيات المنتشرة غير مؤمنة نفسها، لم تؤمن. أمس قتل بالوضع في الساعة 11 ظهرا. أي عمل أمني هذا؟ للأسف الشديد نحن كان يعني تعويلنا على وطن جديد، على يعني جنوب جديد، على يمن جديد، على كل منظومة أمنية جديدة. ولكن للأسف الشديد نحن نسيء إلى أسوأ ولم نجني إلا القتل والدمار. 3 سنوات من الخذلان، 3، وكل طرف يرمي على الطرف الآخر والضحية المواطن. الضحية نعم. رجل الأمن، الضحية رجل المقاومة. فنحن يعني صوتنا مرفوع وصوتنا بإذن الله أنكم توصلونه، وأصحاب القرار نعم. إن شاء الله أنهم يسمعون هذا الصوت. أنا أكلمكم من عدن، نحن 4 سنوات وصوب عدن وصوب جحيم الموت، لم نسافر لدول ولم نغادر عدن، نحن هنا في الميدان. ولكن الناس أرى وصلت الحال إلى يعني قتل بطريقة، وصل قتل الجنود. إذا قتل قائد مقاومة أو مسؤول أمني أو
قتل القول يعني هذا القائد مستهدف، لكن قتل جنود في وضح النهار هذا عار، عار على كل من يشرف على هذا البلد وعار على كل من ينتمي لهذه المؤسسة الأمنية والعسكرية. أنا لا أقبل أي أمر آخر، أنا أريد أن أضع يدي على الجرح حتى هذا الجرح يشفى. كفاية يعني لعب سياسي، مناورات سياسية، خبط سياسي، هذه دماء، الدماء سيتحاسب عليها الكل، سيتحاسب فيها كل مسؤول من رئيس الجمهورية إلى أصغر مسؤول إلى الأخوة في التحالف إلى كبار ضباطهم في عدن، يتحاسبون في غبورهم يوم الأيام. نعم. أنا أخلي ضميري من أمامكم ومن أمام منبركم، لا يوجد أي تنسيق أمني في عدن، لا توجد أي من كل منظومة تعمل لحالها، لا بد أن تكون المنظومة الأمنية كلها سيادة اللواء شلاح علي شاح مدير أمن عدن، ونائب مدير الداخلية علي ناصر لخشع، وسيادة ومحل مدير الداخلية أحمد الميسري. هذا نظام أمن البلدان، غير ذلك كله هراء وكله عقد، والفاتورة ترتفع كل يوم مخيرة شبابنا ومخيرة. نعم. عقيد أبو مشعل، كما تعلم اليوم تابعنا خطاب لمدير الأمن اللواء شلال شايع، وهو يتوعد بملاحقة هذه العناصر الإرهابية، وقد توعد في مرات سابقة لكن لم نحصل على شيء ولم نحصل على إجابة. توعد شلال وتوعد أبو مشعل وتوعد وكل توعد الكل. أنا لا أرمي الخطأ أو المصيبة نرميه أو نحمل المسؤولية شلال علي شايع. شلال علي شايع شخص يعمل، ولكن هناك أمور أكبر من مدير الأمن وأكبر من مدير الداخلية وأكبر من نائب مدير الداخلية. هناك أمر لا بد للتحالف أن يعي عليه، تسليم المنظومة الأمنية لوزارة الداخلية والحكومة الشرعية، وإذا حكومة الشرعية عاجزة عن حماية شعبها عليها تسليم المقود للتحالف ويتحمل مسؤولية التاريخية. غير هذا النقطتين هذا قد مشاكل قتل أي أحد يقول محل سياسي مسؤول عسكري مسؤول أمني يقول غير هذا النقطتين، يا أن الحكومة الشرعية تتحمل مسؤوليتها وتعطى لها كل الصلاحيات، والأخوة في التحالف العربي يدعمون الدولة عبر مؤسساتها الأمنية لا عبر أشخاص وعبر ميليشيات، يا أن الأخوة في التحالف العربي يستلمون الأمن داخل عدن بكل رحابة صدر، ونحن سنكون جنود معهم في تأمين البلد، يا أنهم الدولة كلها تتكون الأخوة في التحالف العربي والأخوة يعني في وزارة الداخلية وأنا أحد عناصرها يعني تحت غرفة عمليات واحدة. نعم. طيب عقيد أبو مشعل ابقى معي، اسمح لي أن أعود للأستاذ فتحي بن لزرق. أستاذ فتحي، كيف تعلق على ما سمعت من أحد القادة الأمنيين في عدن هو نائب مدير الأمن وتحدث بهذه الصورة الواضحة والشفافة ولم يترك أي مجال يعني لأشياء تخبى، تكلم بكل وضوح، ما رأيك أنت؟ الحقيقة أن الأخ نائب مدير أمن عدن الأخ أبو مشعل الكاظمي على الديب هو تحدث بما في قلوبنا وقال ما قلناه أو ما نتمنى أن يتحول إلى واقع حقيقي في عدن. الأمر في عدن هو محتاج إلى ضبط، محتاج إلى تسوية سياسية، محتاج إلى تفاهم، محتاج إلى أن التحالف العربي أما أن يقوم بمهامه عبر مؤسسات الدولة الرسمية أو أنه يتولى هو فرض الأمن في عدن. ما قال الأخ علي كلام سليم، لا يختلف حول شخصين، لا يمكن مخالفته بكلمة واحدة، قال ما في قلوبنا وهذا هو الواقع. عدن محتاجة إلى رأس أمني واحد، إلى جهاز أمني واحد، إلى ترتيب وتوحيد الأجهزة الأمنية. المشكلة والغريب في الأمر أن في عدن أن كل الأطراف تقول نفس الكلام، حينما تذهب إلى الأطراف الشرعية تقول نعم لتوحيد الأجهزة الأمنية، حينما تذهب إلى الأطراف المتصلة بالإمارات تقول نعم لتوحيد الأجهزة الأمنية، لكن لا شيء من هذا يحدث على أرض الواقع. أستاذ فتحي، نعم أستاذ فتحي، ما الذي يمنع نعم أستاذ فتحي، كما تعلم القرار الأول والأخير في عدن هو للتحالف العربي ممثل بالإمارات العربية المتحدة، ما الذي يمنع الإمارات العربية المتحدة أن تسلم هذا الجهاز لوزارة الداخلية وتوحد الأجهزة الأمنية وتحملهم المسؤولية؟ حقيقة هو لا يمنع شيء، لكن ما يمنع هو حالة الصراع الموجودة في عدن. الإمارات مسيطرة على أجزاء كبيرة من عدن، والشرعية مسيطرة على أجزاء أخرى من عدن، والميليشيات مسيطرة على أجزاء أخرى. ما يمنع هو الصراع السياسي بين هذه الأطراف التي ذهبت في يوم من الأيام، لكن الإمارات أتت من أجل دعم الشرعية. أستاذ فتحي، ما هو ما يتحدث به ويصرحون به الإمارات العربية المتحدة والإمارات العربية المتحدة هو دعم الشرعية واستعادة الدولة.
أليس الأجدر والأهم أن تكون سنداً للحكومة الشرعية أو تفصى عن أجندتها للعالم وتتكلم الحكومة الشرعية حتى يعلم الناس ولا يظلوا في هذه الصورة الغائمة التي كل يوم يعني يسقط منها الأبرياء؟ لا, لا 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 لكن الإمارات أساساً لم تنزل من السماء ولم تطلع من الأرض. الإمارات جابها الرئيس هذه والشرعية هي من استدعتها والشرعية هي المسؤولة عن الإمارات والشرعية هي التي تحدد الإمارات دورها. لكن الشرعية خائبة للأسف الشديد، أقولها بكل أسف. الشرعية هي من فتحت باب النفوذ لكل القوى الإقليمية للعبث في اليمن شمالا وجنوبا. الشرعية هي من سدعت التحالف والشرعية هي اليوم من تشتكي من التحالف. إذن الناس لا يمكن أن يكونوا أفضل حالا ولا أفصح لسانا من الشرعية. الشرعية هي الصامتة والشرعية هي التي تتحمل كل وزر والشرعية هي الأساس. أنا شخصيا قبل أن ألوم الإمارات ألوم الطرف الذي استدعى الإمارات حينما تخفي الإمارات. لا نلوم، نعم نلوم الإمارات، لكن لا نستطيع أن نلوم الإمارات قبل أن نلوم الرئيس هادي الذي جاء بالإمارات. طالما الرئيس هادي ملتزم الصمت وطالما الرئيس هادي هو يتفرق على الناس وطالما الرئيس هادي يتفرق على كل فهو المسؤول الأول قبل الإمارات. أنا شخصيا لا أحمل الإمارات قبل أن أحمل الرئيس هادي. الرئيس هادي هو المسؤول الأول عن الناس، وحينما يخرج الرئيس هادي ويقول للناس أنه خرج الأمر عن نطاق. نعم. طيب أستاذ فتحي، ما الذي يجبر الرئيس هادي والحكومة الشرعية على الصمت مثل هكذا يعني أعمال تضر بالمواطنين، تضر بالدولة، تضر بسمعة اليمن بأكملها؟ في الأخير الإمارات دولة لها مصالحها ودولة لا تتدخل في اليمن لسواد عنده اليمنيين ولا رأفة فيهم، هذا أمر معروف. والسعودية كذلك وإيران أيضا، كل الدول التي تتدخل في شؤون دول أخرى لا تدخل لوجه الله. ما في أي مخلوق يتدخل لوجه الله أو عطفا أو رحمة فيه، لا. أي دولة تدخل لمصالحها. المهم ماذا قام فيه الشرعية في مواجهة هذا التدخل، أو هل حددت إطار هذا التدخل أو نظمته أو رتبته أو تفاهمت معه؟ لا، الشرعية صارت للأسف الشديد جسر عبور لمصالح إقليمية ودولية كثير. لذلك نحن بحاجة في اليمن أن تتحرك الشرعية أولا، أن تقول للناس هل هي مسؤولة أساسا على الناس، هل هي لها قدرة أن تتحدث، هل تقول شيء؟ أما أن نذهب للناس نقول واجه الإمارات أو واجه السعودية. نعم. والرئيس هادي جالس في السعودية وتحت أمر التحالف. نعم. هذا أمر ليس. نعم أستاذ فتحي، المجلس الانتقالي أستاذ فتحي الذي يقدم نفسه أنه هو صاحب القضية في الجنوب وله من يتحدث باسم الجنوب، أين هو وأين دوره وما الذي يقوم بأمام هكذا يعني أعمال تحدث في عدن؟ المجلس الانتقالي هو كيان سياسي مثل أي كيان سياسي، له مطالب حقيقية وحقه وله أخطاء. أي كيان سياسي يمني جنوبي له أخطاء وله إيجابية، هذا شيء أمر لا يمكن إنكاره. نعم. لكن السؤال هو أساسا كل الأطراف أضاعت البوصلة، الانتقالي أضاع البوصلة والشرعية أضاعت البوصلة والتحالف أضاع البوصلة. بدأت كل هذه الأطراف بداية على أساس أنها تحارب الحوثي واستعادة الشرعية، لكن وهي تحارب الحوثي انقلب الأمر إلى صراع فيما بين هذه الأطراف. لذلك فالحل أساسا هو أن هذه الأطراف تجلس على طاولة تفاوض سياسية. لن يدخلوا صنعاء وهم مشتتين، لن ينتصر أحد على الحوثي، لن أحد يدخل. نعم. لا الجوف ولا مارب ولا البيضاء ولا أي محافظة من محافظات الشمال، والوضع الحالي سيء في عدن. الناس في الشمال ربما يعانوا، لكن حينما يرون الوضع في عدن يفضلون البقاء على وضعهم السيء أفضل من يأتيهم وضع أسوأ مما هم فيه. لذلك الانتقالي جزء من الحل وجزء من المشكلة، والشرعية جزء من الحل وجزء من المشكلة. نعم. كل هذه الأطراف يجب أن تفهم وأن تعي أنها لم تستطيع أن ينفرد طرف من الأطراف بحكم عدن، لكن يمكن لكل الأطراف متفاهمة ومتعاونة ومنسقة. نعم. فيما بينها أن تحكم عدن وأن تحكم اليمن كلها. أشكرك جزيل الشكر رئيس تحرير صحيفة عدن الغد الأستاذ فتحي بن لزرق، كنت معنا من القاهرة. وعودة أخيرة إلى نائب أول مدير أمن عدن العقيد أبو مشعل الكازمي. عقيد أبو مشعل، الآن الرسالة الأخيرة منك أنت كقائد أمني في الجهاز الأمني للناس وللمواطنين في عدن الذين باتوا يعيشون حالة من الرعب والخوف، كل من خرج من أمام منزله لا يعني يتصور متى هل سيعود سالما أم لا. عقيد أبو مشعل، إذن ربما فقدنا الاتصال بنائب أول مدير أمن عدن العقيد أبو مشعل الكازمي. شكرا جزيلا لك سيادة العقيد على مشاركتك معنا، والشكر أيضا للصحفي فتحي بن لزرق رئيس تحرير عدن الغد. ختام الحلقة، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد،
كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث بنفس الموعد ونفس الزمان. حفظكم الله والوطن.